من كل قلبي عايز أشكر ربنا على الطريقة اللي استخدم بيها حلقات مدرسة المسيح لربح وتشجيع وبناء حياة الكثيرين بمختلف طوائفهم. لما جاء المسيح ودعا بطرس وأندراوس أن يتبعاه، قال لهم كده: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. دعاهم أن يكونوا تلاميذ، وعدهم أن هو حيصنع منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات. أصلي أن ربنا يستخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادم لتصنع خدام حقيقيين بنعمة الله يعيشوا بأمانة لمجد الرب. آمين. عزيزي المشاهد، أحبائي، أرحب بكم في حلقة جديدة في رحلتنا ومشوارنا اللي طال شوية لكن لسه بدري كمان في حياة الخادم. والجزء اللي بنتكلم عنه هو المجموعة الصغيرة، إيه هي وليه ومبادئها وأركانها المختلفة. وابتدينا في أول ركن بنتكلم بالتفصيل عن التعليم في المجموعة الصغيرة، وقلنا العنوان بتاعه زي ما وقفنا في الحلقة الماضية إنه إحنا مش عايزين تعليم نظري، إحنا عايزين تعليم تطبيقي، لأن الهدف هو أن نتغير. إيه أهمية التعليم؟ ليه التعليم حاجة مهمة ولازم أعتني بيها في المجموعة؟ عايز أحقق منها إيه؟ ثلاث حاجات. حاجة الأولانية، ده الطعام اللي بتغذى عليه، ده اللحمة، ده الأكل. لو إحنا مجرد بنشارك وبنصلي وبنخدم، إحنا مش بناكل. في حق محتاج أكله وهضمه، لأن ده اللي بيبنيني، مش كده؟ المشاركة والصلاة ده الهضم، ده بنهضم. لكن التعليم هو الطعام اللي بيغذي حياتي، بيفتح آفاقي الروحية عشان أختبر، عشان أنمو، عشان أنضج. واضح؟ فالهدف منه الطعام اللي بيغذي الجماعة. الحاجة الثانية هو النور، دي نقطة مهمة قوي، هو النور اللي بينير ذهني، مستنيرة عيون أذهانكم اللي تعلموا. فالمعرفة استنارة لعين الذهن. خلي بالكم من الحكاية دي، أنا إيه اللي أنا عايز من خلال التعليم أشوفه بوضوح؟ أشوفه بوضوح، عايز أعرف الله، عايز أعرف الله، وعايز أعرف طرقه ومشيئته. ودول ثلاث حاجات غير بعض. عايز أعرف الله، ده الشخص، معرفة الله. خلي بالكو أنه حتى في مدرسة المسيح البداية أول فصل اسمه معرفة الله، اللي هو شخصية الله، لأن ده المحور، ده اللي كل حاجة بتدور حواليه. لو أنا فاهم ربنا صح هفهم الحقائق الروحية صح، لو أنا فاهم ربنا غلط كل اللي هفهمه هيطلع غلط، لأنه الحق يدور حول شخص، حول شخص. فالتعليم نور بينور عيني عشان أعرف ربنا، وبعدين أعرف طرقه. علم موسى طرقه، بني إسرائيل أفعاله، فطرق ربنا عشان أمشي فيها. فأنا محتاج أعرف هو مين والسكة بتاعته إيه. زي ما بتكلم مثلا وديع ومتواضع، دي السكة، دي السكة. مع الوديع ومتواضع أقدر أتعامل معاه، يدرب الودعاء، دي سكته اللي يقدر فيها يتعامل معايا. فربنا وطرقه وبعدين مشيئته عايز مني ايه. فالمعرفه، المعرفه بتضيء ليا الخط ده، الله وطرقه ومشيئته. وبعدين بتعرفني بمين؟ بنفسي، على حقيقتها. خلي بالكوا كلمه حقيقتها دي مهمه، او العباره دي، اعرف نفسي على حقيقتها اللي ربنا خلقها واللي هي مشوهه دلوقتي. لازم اشوف الصورتين. لو شفت صورتي المشوهة دلوقتي بس يا هتعب يا هقبلها كده وابقى نبقى كده، وما ليس في الإمكان أفضل مما كان. لما بشوف الصورة ديت ومش شايف أنا فين، هفتكر أنا كده بس أنا مش كده. لكن لما بشوف الاتنين بقدر أشوف أنا خلقت أكون كده وأنا كده. فأنا عايز، أنا عارف بقى أنا مفروض أروح من فين إلى فين، أروح من فين إلى فين، ازاي ريستوريشن، ازاي بستعيد الصوره التي خلقنا الله عليها. ففي واقع الامر انا عندي بعدين اساسيين في المعرفه انا بركز عليهم.
معرفة الله وطرقه ومشيئته معرفة نفسي، معرفة نفسي. عشان كده جزء اني يطلع للنور وان الناس تحكي لي عني البلايند سبوت، البقعة العمياء اللي انا ما اعرفهاش دي، هتساعدني نعرف ايه، اعرف نفسي على حقيقتها دلوقتي. كويس. الحق الكتاب يوريني الانسان، وبيوريني الانسان الساقط. احنا بنشوف السقوط الانسان في الكتاب، احنا بنشوف الصورة الكاملة في جنة عدن، وبنشوف الصورة المشوهة عبر الكتاب، بنشوف الصورة. فبشوف نفسي في الصورة المشوهة، بس انا مش عارف انا واحد فيهم. لما بقول اللي مخفي ولما الناس بتقول لي عني، بكتشف أنا واحد من التشوه ده. واضحة بنقول إيه؟ فإذا التعليم دوت غذاء بيغذيني، بيديني الطاقة للأفاق اللي أنا مفروض أنطلق إليها. والأفاق ديت هي النور لمعرفة الله وطرقه ومشيئته، ولمعرفة نفسي على حقيقتها. فإحنا مش بندور العيل تاية، طول ما أنا مش عارف أنا بدور على إيه في المعرفة ما بلاقيهاش يا جماعة. بنبقى بنتفزلك، بنبقى بندور على المعرفة النظرية، لكن الحاجتين دول هما اللي بيغيروا الحياة. دول اللي ايه؟ دول بيت القصيد، ده اللي مقصود من كتاب. الكتاب اتكتب عشان دول، عشان الخطين دول اتكتب عشان كده. ولما تقرا الكتاب كله هتلاقي هما دول الموضوع الرئيسي اللي بيتكلم عنه طول الوقت. واضحة الفكرة دي؟ الحقيقة الثالثة في المعرفة، المعرفة اللي هي طعام ونور، طعام ونور، هي اللي بتحميني من الخداع، من الديسبشن، خداع العدو. العبارة الجميلة اللي كتبها كده تالي طارق: التعليم والمعرفة الصحيحة تحمينا من السقوط من براثن الأفكار الخاطئة والسلبية التي تملأ مجتمعاتنا وعقولنا. كمية الفولكلور، كمية الأفكار اللي احنا دخلت لعقولنا في تربيتنا ونشأتنا عن الله وعن طرقه وعن نفسنا مهولة ومشوهة، مشوهة. في شفاء النفس طول الوقت بنكتشف الـ 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 الرسائل السلبية، النبوات الكاذبة اللي اتقالت عني واللي اتقالت عن ربنا. القدرية دي واحدة من الأمور الأساسية اللي شوهت صورة الله، إن الله مسؤول عن كل ما يحدث من شر وخير. طب أنا أطمن له زي ربنا لما كل الشر طالع من إيده؟ الإيد دي بتطلع شر وبتطلع خير. طب أنا مش عارف لما هيمد إيده عليا هيجيب شر ولا خير. ودي بقى مسلمة، يعني دي حقيقة بس غير كتابية، تماما غير كتابية. واضح اللي أنا بقوله؟ المعرفة بتحميني من الخداع، الخداع بيقودني إلى القيود، الخداع بيخوفني من ربنا، الحقيقة بتخليني أجري على ربنا، الخداع بيخليني أيأس من نفسي، الحق بيخليني أستعيد الأمل والرجاء. لا في رجاء، مهما كنت رماد يبقى جمال، مهما عملت يوجد رجاء، مهما بصت يوجد. فاهمين عايز أقول إيه؟ فالمعرفة نور بيوريني ربنا ونفسي، وبيوريني الخداع والغش اللي موجود. عشان كده واحنا بنتكلم في المعرفة بنقول اسأل الناس، خلي الناس تطلع الأول الايه؟ الخداع. خلي الناس تطلع الغلط عشان نمسحه ونكتب الايه؟ الصح. بكتب الصح على الغلط هتطلع في الآخر عصيجة غلط وحطيت عليها صح، هتطلع في الآخر حاجة كده ملاش لا لون ولا طعم، غير لما بطلع الغلط وبعدين امسحه واقول ده غلط مش ده، ها ده. واضح واضح اللي انا بقول. خلي بالك ان دي اهميه التعليم. انت عايز تغذي شخص عشان ينمو، انت عايز تنور عينيه في حاجتين اساسيتين، انت عايز تحميه من المعرفه الفاسده اللي مخزونه في عقولنا وفي مجتمعاتنا. واحيانا في كنائسنا يعني احنا بنسمع من على المنابر حاجات كتير فولكلور، فولكلور مش كتابي، مش حقائق كتابية، مش حقائق كتابية. يعني بيقول الجواب مش اسمه ونصيب، انت بتسمع من على المنبر القسيس بيقول للناس ارضى بنصيبك، فهي دي اسمه ونصيب يعني، وده نصيبك وترضى بيه، وعلى كده يعني شكلها مش عاجبك عاجبك اي حاجة يعني هي ترضى بنصيبك، هو كده دي اسمتك ونصيبك اللي ربنا قسمها لك، ما تبصش بقى لا شمال ولا يمين، هي دي اسمتك. فاحنا الفولكلور اللي موجود في العالم دخل الى مجتمعاتنا المسيحية،
أنا واضح؟ شاب أعرفه تزوج امرأة فاضلة وعاشوا حياة تعيسة جدا، وقال لي أنا زعلان من ربنا. قلت له ليه؟ قال لي جوزني الست ديت، حياتنا جحيم. قلت له هو مش مسؤول إزاي؟ ده أنا كمان صليت، ده أنا صليت، وقال لي هي تفيدة، فما اسمهاش تفيدة يعني، فهو ربنا اللي جوزهاني. فإحنا فكرة الاسم والنصيب، وفكرة إني أصلي وربنا يقول لي اسمها وروح أتجوزها، ويبقى ربنا مسؤول عن سعادتي وتعاستي بعد كده، ويبقى زعلان من ربنا مش منها، ولا من نفسي، ولا من أعمال الغلط اللي عملتها، لأنه دي فكرتي عن الجواز. احنا طول واحنا بندرس مدرسة المسيح كمية المفاهيم الخاطئة عن الله وعن طرقه وعن الحياة مهولة مهولة، ملاش أول من آخر. حتى احنا هنا يعني مع بعضينا يعني فاهميني عايز اقول ايه. فالمعرفة حماية من ده. طيب قال لهم كده يسوع: تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. خلي بالكم الحاجتين دول، انا بضل لو انا مش عارف الحق ومش عارف قوة الله. ممكن ابقى عارف الكتب وما عنديش الاختبار، ممكن يبقى عندي اختبار قوي وما عنديش المعرفة، واي واحدة منهم مش موجودة بضل. تخيلوا لو عندي المعرفة ومش قوة الله والاختبار هضل، لو عندي الاختبار وياما ناس مختبرين جدا وعندهم معرفة مشوهة بيضل. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. طيب عندنا ثلاث ملاحظات مهمة قوي في التعليم في المجموعات. زي ما اتفقنا في الأول، التعليم ده مش مجرد مشاهدة أو استماع أو قراءة، مش يعني ناس تيجي تقول لي ايه انا اتفرجت على مدرسة المسيح وانا صرت تلميذ. التلمذة ليست مشاهدة، انا مش اتفرجت على حلقة او على شخصية الله كلها فانا تمام كده. لا، المعرفة التعليم ليس مشاهدة او استماع، سمعت للمحاضرة او كتاب قريته او مقالة قريتها، لا 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 لا. لكن هنا اللي بنتكلم عنه زي ما قلنا التعليم هنا تطبيقي، عايز بحث عن الحقيقة، بدور، أنا بدور، لازم هو يدور، مش مجرد أفرجه أو أقرأ له أو يسمع. أنا عايز واحد يدور على الحقيقة. أنا عايز أطرح الأسئلة وأناقشها، وقلنا دي نقطة مهمة جدا 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 جدا، عشان أطلع المفاهيم الخاطئة، عشان أقدر بعد كده أوصل للنتائج، عشان من خلال المناقشة يوصل للاقتناع. فهي بحث نابع من أسئلة ومناقشة وقراءة وواجب. واضح اللي عايز أقوله؟ وإن الناس دي بتشارك بفاعلية في إن هي نفسها بتقدم. طب أنت قدم لنا الموضوع دوت، وبعدين نناقشك في اللي أنت قدمته، فاهم؟ فهو بيقدم عشان يدرس، عشان يقدم الموضوع دوت، فاهم؟ هو هيبحث عن الحقيقة، وبعدين لما نناقشه هيكتشف إن في حاجات من اللي بيقولها هو وصلها غلط، لأن أرى لفلان مشي ورا فلان مش مشي ورا الحقيقة. واضح اللي بقوله؟ فإحنا عايزين هذا النوع من المعرفة، مش مجرد اتفرج أو أرى أو سمع، لا، he is involved، هو جوه الموضوع، أنا دخلته جوه الحقيقة. كتير قوي كنت أقول العبارة دي في قراية الكتاب: إذا لم تأكل الكتاب لن يدخل الكتاب داخلك، لن تعيش في الكتاب إلا إذا أكلت الكتاب. الكتاب المقدس ليس كتاب نقرأه، لكن كتاب نأكله، ندخل جواه عشان يدخل جوانا. التعليم كده، إذا ما دخلش جوه الموضوع مش هيتعلمه. فإزاي دخله جوه الموضوع؟ هنتكلم عنه، لكن الملاحظة دي مهمة جدا، هي مش مجرد كده أو كده أو كده. واضحة؟ الحاجة التانية إن المعرفة نوعين: معرفة موضوعية موضوع، ومعرفة سفرية ومعرفة الكتابية. الفرق بين الموضوع، مثلا أنا باجي أقول شخصية الله بدرسه في كل الكتاب من التكوين للرؤية، الكتاب بيقول إيه عن ربنا، فأنا باخد الكتاب مش كده، أنا باخده كده حاجة واحدة بدور عليها في كل الكتاب، ففي الآخر بطلع موضوع مين هو ربنا، ايه هي الخطية، فين المشكلة، فين الحل بتاع المشكلة دي، فبدور على حل في كل الكتاب. فأنا في الآخر بطلع، بعصر الكتاب في نقطة معينة عشان أطلع عصارة الكتاب في هذا الحق.
هي ايه الصلاة؟ انا عايز اتكلم عن الصلاة، ممكن مقطعين ونتكلم، لا لا لا، في كل الصلاة ايه الصلاة. فاكتشف بقى ان الصلاة دي تسبيح، وان الصلاة دي شكر، والصلاة دي تنقية، والصلاة دي شركة، والصلاة دي تضرع، والتضرع دوت ممكن يبقى تضرع من اجلي او من اجل الاخرين، من اجل الاخرين دي الصلاة الشفعية، من اجلي دي التوسلية، فاهمين اللي اسأله لكن دي اقرعه، لكن دي فاهمين عايز اقولها. ففي فرق ما بين بدرس موضوع بدرسه عبر الكتاب كله، او بدرس سفر. انا بدرس الصفحة دي، هلاقي في الصفحة دي 5-8 مواضيع، بس هي موجودة في ايه؟ في صفحة واحدة. فأنا في فرق ما بين بدرس سفر، بدرس أصحاح، وبين بدرس موضوع. دول طريقتين مختلفتين، وحتى المبادئ بتاعتهم مختلفة. محتاج أعمل ايه؟ محتاج أعمل دي وأعمل دي، لأن دراستي للكتاب بتخليني بعد كده وأنا بدرس موضوع عندي، أنا ملم بالكتاب، أنا ملم بالكتاب. لاني ممكن تبان حته هنا خدتها في الموضوع، وفي حته تانية تبان كانها متناقضه، لازم احط الاثنين جنب بعض عشان يكملوا بعض، مش يبقوا مناقضين لبعض. واضحه الفكره؟ عايز اقولها، ادي مثلا. لما المسيح مثلا في متى بيتكلم، من احب ابا واما اكثر مني فلا يستحقني، وبعدين نيجي في لوقا، ومن لا يبغض اباه وامه لا يقدر ان يكون لي تلميذ. لو خدت دي لوحدها يبقى كان ربنا عايزنا ايه؟ نبغض عشان نبقى ليه تلاميذ، نبغض اباه وامه حتى نفسه، يكره عيشته، فاهمني؟ ليكون لي تلميذ. لو خدتها لوحدها هتبقى غريبه، صح؟ لكن لو حطيتها جنب نفس الجزء ده من متى هفهم هو قصده ايه. من احب أو من اكثر مني فلا يستحقني. كانك لدرجة الفرق ده كأنك بتبغض، فهمني عايز اقول؟ يعني الفارق ما بين الحب كأنه بغضة. لو ما حطيتهمش جنب بعض هيبقى عندي أزمة، هيبقى عندي أزمة، مش كده؟ عشان كده وانا بدرس الحاجة لوحدها السفرية ممكن اتلخبط، وانا بدرسها مع كموضوع بتكمل، بس وانا بقرا دي انا عارف ان دي موجوده فبجيبها، مظبوط؟ فلما بحطهم جنب بعض بيبان الكونتراست، بيبان المعنى، بيبان عمق المعنى، لدرجه انه كانك تبغض. اكيد مش قصده تبغض، لانه الكتاب لسه في لوقا بيقول احبوا اعدائكم، باركوا عينيكم، كان بالحري ابويا وامي، فهمتوني عايز اقول ايه؟ فانا محتاج للدراسه الموضوعيه، لان هنا بعرف الزبد، بعرف العصاره، لان دي اللي انا هعيشه، ولانها ما فيهاش مفيش احتمال افهم غلط، لاني خدت الموضوع في كل الكتاب، جبت جميع النصوص اللي بتتكلم في الموضوع دوت. لكن انا محتاج للدراسه السفريه، لان ده اللي بيعرفني بالكتاب، واللي منه هطلع اللي انا محتاجه عشان اعرف ايه الموضوع. ولو انا عارف الكتاب وعارف الموضوعات بقدر امزج ما بينهم، وبقدر النص الغريب افهمهم في ضوء باقي الكتاب، فما بتلخبطش وانا بقرا الكتاب كاصفار. وانتوا فاهمين بقول ايه؟ ملحوظه الثالثه، ان لازم الدراسه تبقى منهجيه، مش bits and pieces، مش الشهر ده بنتكلم في الموضوع ده، وبعدين نتكلم في الموضوع ده، وبعدين نتكلم في الموضوع ده، وبعدين نتكلم في الموضوع ده، وبعدين ناخد السفر ده، وبعدين ناخد السفر ده، وبعدين ناخد الاصحاح ده، وبعدين نقرا الكتاب الفلاني، وبعدين نقرا الكتاب الفلاني. يعني احنا بالعربي كده يعني ايه؟ يعني بنتعلم، يعني مش تعليم منهجي، مش حاجات مربوطه ببعضها، مش حاجات متسلسله، بيلدينج اب، بتبني معرفتي، بتربط الحقائق مع بعضها. ولو انتوا فاكرين في مدرسة المسيح قلنا فلسفة هذا المنهاج هو انه يبقى منهاج متكامل بيربط الحقائق مع ده، بيكمل الصورة، ما بقاش تايه، ما بقاش متلخبط، ما تبقاش الحاجات مبعثرة جوايا. وبشبه الحكاية ديت بواحد عنده درج، وكل ما تجيله مقالة أو تجيله ظرف أو دي يروح حطه في الدرج، فالحاجات فوق بعضها كلها، دي ورق البنك، وده ورق الشغل، وده ورق الدراسة، وده ورق مش عارف إيه، كله بعض. لما تيجي تقول له بقى الحاجة الفلانية عشان يدور عليها بيضطر يعمل إيه؟ يقلب الدرج كله ويقعد يدور عليها ويلاقاها ما لقاهاش. غير إن الدرج بتاعه متقسم إيه؟ فايلات، وكل فايل محطوط عليه
عنوان مش كده؟ ده ظروف البنك، ده الاقساط مش عارف العجله او الشقه او العربيه، دي البيانات بتاعتي مش عارف ايه، ده ايه سهل ساعتها اروح مطلع الفايل واروح مطلع الورقه منه. اغلب الناس معلوماتها الروحيه مش ممنهجه، فلما حد بيساله اي سؤال ما يعرفش يطلع الاجابه، انه كله ايه فوق بعضه. أنا عايز الناس تتعلم تعلم منهجي. عندنا منهاج وهناخد الجزء ده يا جماعة، وده ارتباط ده بده، وبعدين هنروح للجزء ده هنا عشان بس محتاجينه، بس هنرجع نكمل منهجيتنا. فاهمين بقول إيه؟ أنا بتعلم بطريقة منهجية، فبالتالي المعلومة جوايا بيحصل لها إيه؟ فايلينج، فأقدر إيه؟ أطلعها وقت الاحتياج، أقدر أجيبها، أقدر أسحبها، لأن أنا عارف هي محطوطة فين. غير كده ما اسموش تعليم، اسمه من كل بستان زهرة. ودي مشكلة كثيرين من المؤمنين، عشان كده لما الناس بيسألوهم هو مش عارف يجاوب، هو مش عارف يجاوب، هو مش عارف يفتح الدرج ويطلع المعلومه من... انا سمعتها، انا عارف ان انا سمعت السؤال ده قبل كده وفاكر ان كان في اجابه بس مش لاقيها. انا بتكلم جد ولا ما بيحصلش اللي بقول عليه دوت؟ لان انا ما اتعلمتش بطريقه منهجيه، انا ما منهجتش المعرفه عندي. عشان كده احنا عاملين مدرسه المسيح عشان يكون عندي منهاج، مش منهج، منهاج، واقدر المعلومات بتاعتي. انا سمعت وعظه زياده، انا سمعت فلان بيقول حته، انا حضرت سيمينار، اروح واخد اللي انا سمعته ده ومنزله جوايا فين؟ في الفايل بتاعه. لما بنتكلم دلوقتي عن حياه الخادم، انا فهمت بقى انها في اربع ابيبان مش كده، وده بيتكلم عن كده وده بيتكلم عن كده. سمعت وعظه، رحت سيمينار عن الوعظ، ده سيمينار عن الوعظ، ده هنحطه فين؟ ده في حياه الخادم في مهارات الخدمة، يبقى ده يتحط في مهارات الخدمة. فأنا عارف أحطه فين، وده مبني على إيه، وبعدين في بقى مبادئ مش عارف إيه. واضح بقول إيه؟ منهجية المعرفة. طيب هعلم إزاي؟ أنا بقى هعلم إزاي؟ دي جزء كده منها عن قيادة المجموعة، بس معلش فهنبقى نحطها في قيادة المجموعة. لكن أنا طرق التعلم، أنا بعلم الناس إزاي عشان أوصل للنتائج اللي أنا بعملها دي. هنقول حوالي 1 2 3 4 و 1 2 3 4 5، حوالي 9 طرق عشان نعرف بس إنه الفرايتي كتيرة يا جماعة، ومش بتقيد بحاجة معينة، لأن أنا مش اجتماع ثابت وعظة، لا أنا مجموعة. الديناميكية مطلوبة جدا داخل هذه المجموعة. أول طريقة زي ما قلنا في الأول أن أنا هنتكلم في حاجة معينة، أعمل إيه؟ أطرح أسئلة وأسمع وإنتوا إيه أسئلتكم في الموضوع ده يا جماعة، فنجمع أسئلة، فأنا أطرح أسئلة وبعدين هم يبتدوا إيه يطرحوا أسئلة، فنبقى البداية بتاعتنا هي أسئلتنا في الموضوع دوت. إيه اللي إحنا فاهمينه، إيه اللي إحنا مش فاهمينه، إيه اللي محيرنا في الأمر ده. فكل ما الأسئلة كترت كل ما أنا ببتدي أفكر برا الصندوق. أنا عندي سؤالين وبعدين سمعت ده بيقول سؤال ده سؤال، الأسئلة كترت فأنا هبتدي أفكر برا الصندوق، برا المعتاد، فهبتدي أبقى متحمس أني أدور على إيه، على الإجابة. غير أنا بجي لك من الأول وبقول لك الإجابة قبل ما نسأل الأسئلة، حتى اهتمامك انك تسمع هيبقى ضعيف جدا لان اصلا انت ما عندكش اسئله في الموضوع. غير انا خلركت الاسئله، طب انا ما عنديش اسئله، انا قلت سؤالين ثلاثه، صحيح، لا ده انا عندي اسئله اكتر من الموضوع ده، ده فلان سال وفلان سال، هذا موضوع مهم قوي واحنا مش فاهمينه. فهمتوني بقول ايه؟ طرح الاسئله وبعدين محاوله اجابه. طب نسمع راي بعض، طب انت رايك ايه، طب انت رايك ايه، طب انت رايك ايه. بصوا المشاركه يا جماعه، فبنطلع اسئلتنا وبنطلع اجاباتنا اللي بعضها ممكن يصح وبعضها ممكن يبقى ايه غلط، بس احنا كده طرحنا القضيه بينا، بقت قضيه مشتركه، بقى في الالتباس، بقى في التوهان، بقى في الخلط ما بين الصحيح وغير الصحيح، ما بين المعروف والمجهول عنها.
ساعتها بقى نقدر ناخد خطوات اكتر. طب هنقرا كذا، طب هنتفرج على كذا، طب انت اعمل كذا، طب فلان وفلان المره الجايه هيقدموا لنا. واضح اللي انا عايز اقوله؟ بس دي واحده من الطرق الرائعه اللي فيها بنبتدي مناقشه القضيه عن طريق الاسئله ومحاوله اجاباتها. الحاجه الثانيه اننا بنيجي ندي واجبات منزليه. يا جماعه المره الجايه هنتكلم في الموضوع الفلاني، ف ندي واجب. الواجب دوت هو خش على جوجل، خش على مش عارف ايه، خش على ايه، وحضر واقرا مقاله او مقالتين، خش على مدرسه المسيح وشوف الحلقه الفلانيه، خش عن كذا. فندي واجبات للناس، وكلنا هنيجي المره الجايه ونقول احنا قرينا ايه فاهمني؟ فبدي واجب. فانا مش عايز التعليم يبقى منحصر على الساعتين دول، بالعكس انا عايزه هو يشتغل في البيت. انا مش عايز المجموعه تبقى مجرد الوقت اللي قضيناه مع بعض، احنا عايزين الوقت اللي قضيناه مع بعض ده قمه المقابله بتاعتنا، لكن احنا بنشتغل في البيت، بنشتغل في البيت. واضح الفكره؟ ففكره الواجبات المنزليه ديت وتحضيرنا للمناقشه اللي جايه بيساعدنا جدا. اجمع اسئلتك، دور على اسئله الناس، خش على مش عارف ايه وشوف الناس بتسال ايه في الموضوع دوت، والمرة الجاية هنطرح بس الأسئلة، أو اقرأ كذا وشوف أنت. أدي الأسئلة اللي احنا طرحناها، وكل واحد ياخد سؤال يحاول يجيب إجابته. واضح؟ فالناس بتشتغل معاك في البحث. احنا زي ما قلنا احنا عايزين الناس تعمل ايه؟ تبحث عن الحق، تبحث عن الحق، تدور على الحقيقة. المسيح مرات كتيرة قال أمثلة أثارت تساؤلات التلاميذ مش كده؟ زي خرج الزارع ليزرع دي، وزي وكيل الظلم، فاهم؟ يعني ازاي اصنعوا انفسكم مال الظلم؟ يعني فالتلاميذ اخدوه على جنب يقولوا ما فهمناش، فيبتدي يشرح لهم. نازلين نستخدم هذه الطريقه اننا بنثير السؤال عشان الناس تسال، عشان الناس تدور، عشان لما الناس تجد الاجابه تبقى هي اللي عايزه تعرف، مش انا اللي ببلعها المعرفه. واضح اللي انا بقوله؟ طرح الأسئلة، واجبات منزلية، إن هم بيقدموا، مش أنا المعلم الوحيد وأنا اللي بقدم المواد وهم مستمعين، لا، their involvement، مشاركتهم في التعليم جزء مهم جدا، إن هم يبقوا جوه المعرفة مش مستمع ومشاهد وقارئ. خلي بالكم اتفقنا، احنا مش عايزه مستمع، انا مش عايزه راجع لورا كده بيستقبل، انا عايزه هو بيدور عليها. كويس؟ فنيجي نقول فلان وفلان هيقدموا لنا القعده اللي جايه دي، وهنناقشهم وهنسالهم، فهيشتغلوا شغل جبار عشان يعملوا كده. غير انا اللي حضرت وانا اللي قدمت. ان انا مره تانية ان انا باجي اقول ادي مدرسه المسيح، ادي الموضوع الفلاني، هنشاهد الحلقه ديت في البيت، ان انا مثلا هنقدم جزء من مدرسه المسيح. احنا كتير قوي نروح قاعدين كده ومشغلين التلفزيون، فاهم، والحلقه 45 دقيقه واخرها هنبقى كل الناس اتوبت. لو انا هستخدم مثلا في الدراسه المره دي مثلا حاجه زي مدرسه المسيح او محاضره لاي حد موجود، اعملها ازاي؟ اعملها بطريقه مختلفه. اروح مدور ربع ساعه واروح موقف وابتدي اسال اسئله، فهمنا ايه ما فهمناش ايه، واضح ولا مش واضح، وبعدين نروح واخدين ربع ساعة، وبعدين نروح قافلين وبصين لبعض، وبعدين نروح واخدين ربع ساعة. هل بالك بقول ايه؟ مختلفة خالص عن انا اروح مشغل 45 دقيقة. انا مرة تانية انا جعلته ايه؟ مشاهد، مستمع، راجع لورا. ارجوكوا افهموا الحكاية دي، ما هو ده الاجتماع. انا مش عايزه اجتماع، انا مش عايز اجتماع، انا عايز their involvement. لو هستخدم محاضرات ارجوك استخدمها بطريقه مختلفه. استخدام الشيتات، اني بعمل شيت وبديه للناس والناس بتجاوب عليه وبترجع، فانا عملت الاسئله اللي انا عايزه هو يدور على اجاباتها. والاسئله تلات انواع: اسئله معلومات، اسئله بحثا عن الأسباب ليه، أسئلة شخصية، أنت مختبر ولا عرفت تعملها وما تعرفتش تعملها. فحتى الأسئلة يعني علم كده هنبقى نقدمه، وهنخلي مرة محاضرة كاملة عن الحكاية دي في قيادة المجموعة. إزاي أسأل السؤال الصح؟ إزاي أسئلتي تطلع المعلومة من الشخص اللي أنا عايز أسأله؟ فده فن، هندي محاضرة كاملة عن كيفية الأسئلة، يعني فن السؤال.
فن استخدام السؤال للبحث عن المعرفة وللبحث عن الحقيقة بالذات التطبيقية الاختبارية، لأن مرة تانية أنا مش بقدم حقائق نظرية، أنا مش بتكلم عن فيثاغورس ولا عن يعني قاعدة أرشميدس، أنا بتكلم عن حاجة حياتية أنا عايز أعيشها. واضحة الفكرة دي؟ الشيت واحد من الحاجات الرائعة اللي ممكن نستخدمها لأنها مطبوعة وبتعطى للناس وأقدر أروح عليها وأدور عليها وأجيب جيبات وأجيب الشيتات ونقدر نصورها ونقدر نبعتها لبعض، يعني نقدر نلعب بيها لعب مهول جدا جدا جدا. واضح إن وقتي خلص مش كده؟ طيب خليني أختم هنا وأقف وأكمل المرة الجاية برضو طرق تانية. أنا مجرد عايزين نوسع مداركنا إزاي إحنا عايزين نحقق المبدأ ده، أني أنا مش مستمع مش مشاهد مش قارئ، أنا باحث عن المعرفة، أنا جوه عملية التعلم، أنا تلميذ عايز يتعلم طرق الرب. أشكرك عزيزي المشاهد لمتابعتك لنا هذه الحلقة، أشكركم أحبائي، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، ربنا معك. مجد المسيح. عايز أشجعك أنك تروح للويب سايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv، هتجد كل الحلقات موجودة. إلى أن نلتقي، ربنا معك.